بالنسبة لتعاملات بنك كذا في الوصيصل، طبعا هذا البنك لا أقول إسلامي خالص، ولكنه أفضل من غيره. والناس التي معهم أموال حاجة من الأشياء التي إما يدوا أموالهم لواحد يستثمر لهم ذلك المال، وإما يعينوا المال في البيت، وإما يحطوا المال ده في مصرف ربوي صرف، وإما يحطوا هذا المال في بنك فيصل مثلا الإسلامي أو غيره من المصارف الإسلامية. الفلوس اللي تحط في البيت بتنتهي بتخلص. حاجة عجيبة جدا. وغرب ذلك، خط 500 جنيه في البيت وبعد أسبوع عدوهم كده تتلاقيهم كام؟ تتلاقيهم 50 جنيه، نص جنيه، ربع جنيه، خلصهم. واخد بالك ازاي؟ فلذلك يقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب، لا البعيد عن الاخذ بعيد عن الايه؟ عن النقصان. فمسألة وضع الأموال في البيت دي مسألة غير مأمونة، لا أمنيا ولا اقتصاديا. طيب نحط المال لواحد، ها أموالنا انت على الشمال، نحط أموالنا مع رجل ونختار برضك أخ فاضل وثقة، خد بالك ازاي، يشغل الأموال. الأخ يقول لنا هشغل الأموال بتاعتكم في مثلا تجارة الخرفان. نقول له ماشي الخرفان كويس، ياخد الفلوس يحطها في ديارات البولة والجزم. البولة والجزم تنضرب تخسر الفلوس، فيقول لنا معلش نصيبكم كده وكان نفسي الفلوس بتاعتكم بس. طب الفلوس راحت فين؟ كلها ضاعت. الخمسين ألف كلهم ضاعوا، كلهم ضاعوا. وانتهت الأمور، هتعمل له إيه؟ ضاعت الأموال. وأعجب ما يمكن أن تتصور من الناس اللي هم بياخدوا أموال الناس ويستثمروها، تجدهم بيتزوجوا، بيركبوا عربيات، بيشتروا شقق، سبحان الله. طب الفلوس لو كانت بتضيع، طب كيف أتوا بهذه الأشياء؟ أمور عجيبة. فلا تضع مالك إلا مع رجل يعني كما أنت تثق في رسول الله تثق فيه. شوف الدرجة بقى، زي ما أنت تثق في رسول الله رسول الله وتقول آمنت برسول الله، تثق في ذلك الرجل. أنا بقول لهذه الدرجة، يعني ليست مطابقة ولكن من روع وشدة وهول ما أرى. يعني أحيانا ما بيردش على التليفون نهائيا، لأن معظم مكالمات فلان أخذ من فلوس وشغلها ونصب على فلان، وظنين بقى إن أنا حلل الحاجات دي كلها. ولو قلت لأي أخ هات الفلوس وداها لصاحبها، يقول حاضر هوديها لصاحبها. أنا مش كده، وليس عندي سلطان بذلك الأمر. أنا بأمر وبنهى بما أستطيع. ولكن ممكن واحد يقول طب إن شاء الله يعني أنا هجيب الفلوس في أول شهر مثلا، أول شهر ثلاثة الجاي، أول شهر ثلاثة الجاي أنا بقى مش هفتكر. الراجل صاحب المال يجي شهر ثلاثة يجي لي يقول لي أنت قلت لي يا عم الشيخ إن الراجل هيجيب لك في شهر وما جابش حاجة. ليه يا عم الشيخ توعد وتخلف؟ وبقى أنا في الوش أنا الإيه؟ أنا السيد. أنا من في يعني أقول ليست لي معاملات تجارية مع أحد، أنا ليس لي أي معاملات تجارية مع أحد على وجه الأرض، لا شراكة خاصة ولا عامة ولا أضع مالي مع أحد، وكل مال الحمد لله خلص بفضل الله عز وجل. يعني كنت بشيل حاجه كده وعشان نقعد فيها احنا والعيال وخلص، ما قعدش في اي حاجه الا السرج. فليس معي اي مال مع اي مسلم، فضل الله تعالى يتاجر فيه. ها؟ وعلاقتي بالمسلمين جميع علاقه الحب، لا استر ظالما ولا اعين ظالما. والانسان اللي عنده مال يحاول ان يسترده باي طريق مشروع، اذا لم يستطع يشتكي بقى في الشرطه والنيابه ويشوف طريق. لان نحن الان في وقت لا يعظم فيه اهل العلم. احنا بنقعد نقول للناس اتقوا الله. يعني راجل عجلاتي جاء لي هنا منذ فتره وقال لي في واحد اخذ فلوس مني ريال 17,000 وعاوز اجوز البنت، وراجل بكى.
انا بصراحه يعني زلزل، اتصلت بالراجل قال لي فضلت يا شيخ ان شاء الله اديلي اول الشهر الجاي ده هتلم مش عارف. طبعا قلت للراجل اول الشهر الجاي كام ده؟ بقاله كام شهر لا سال ولا عبر، لا سال ولا عبر. يبقى نمره اثنين، تحط فلوسك كما واحد يستثمرك الفلوس ديت، دي مش نافعه. طب تحط الفلوس في البنك الاهلي المصري المتحد الوطني الزراعي الائتماني الاسكندريه المنصوره ده كله بنوك ربوي، فيصبح بنك فيصل او غيره من المصارف الاسلاميه هي يعني من اقل الشرور، وان تزاحم عدد المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد.